مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم عن سهم مايكرو كلاود هولوجرام بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين. مبدئيا أنا لي صفقة افتراضية في تداول ورقي في السهم حول 6.5 دولار 7 دولار إلا قليلا، وكان اعتمادي في تلك الرؤية الفنية قفزة السهم القوية بحجم تداول مرتفع وفجوات سعرية، ولكن للأسف الشديد لم يتمكن السهم من تحقيق المراد. خلي بالك الرسم البياني اللي المفروض نستخدمه لقراءة سليمة صحيحة في سهم مايكرو كلاود هولوجرام هو الرسم البياني اللوغاريتمي أو الرسم البياني النسبي، لأن ده بيلتقط حركة السهم بشكل أفضل. طيب إيه المستجدات؟ قبل ما أشرح المستجدات لازم أقول إن أنا مش هشارك في الأسهم اللي بالنوعية دي تاني، في أي متاجرات افتراضية، أي تداول ورقي، مش هشارك في النوعية دي تاني لأن أحجام التداول جافة للغاية. لكن أنا مش هقول اتخدعت، لكن استهترت لما لقيت حجم التداول مرتفع وصل لأكتر من كذا مليون. قلت خلاص بس آن الأوان لانطلاقة رائعة للأعلى، أو على الأقل تداولات قوية للغاية تسمح بإن السهم ده يتحول لسهم عادي ويبدأ بقى يتحرك زي الناس. لكن للأسف هذا لم يحدث، وبالتالي النوعية دي اللي دايما بتتحرك، مثلا خلينا نقول مثلا هي يعني بتتحرك في مليون، في 2 مليون، ولا حاجة طبعا كأرقام بالنسبة للسوق الأمريكي ولا حاجة. فلما تعمل فجأة 200 مليون أو تعمل فجأة 250 مليون وبعد كده يرجع حجم التداول يجف تاني، أظن النوعية دي مش لا تناسب شخصيتي إطلاقا. المهم هي غلطة وإن شاء الله لن تتكرر في سوء اختياري لسهم لا يناسب شخصيتي، ربما يكون مناسب لآخرين وارد، لكن بالنسبة لي أنا أدركت بالتجربة العملية، ودي بقى ميزة التداول الورقي وميزة المتاجرة الافتراضية، إنها بتنقلك لأرض الواقع بدون أي مخاطر. طيب نيجي بقى للتحليل الفني الخاص بهولوجرام. هنلاقي إنه كسر خط الاتجاه الهابط، خلي بالك رسم بياني نسبي. كسر خط الاتجاه الهابط للأعلى جاء بفجوة سعرية، ادي اول حاجه، وشمعتين سيطره شرائيه وحجم تداول مرتفع للغايه. بالرغم من ان الهبوط عنيف وقوي الا انه بيستخدم خط الاتجاه المكسور لاعلى كمناطق دعم. ناهيك عن القفزه السعريه اللي حصلت في اخر تداولات الاسبوع الماضي، وبحجم تداول يكاد يكون هو ثالث اعلى حجم تداول منذ شهور طوال. فده ان دل على ان في احتماليه ان السهم ينطلق للاعلى. هتقول لي طب ما هو قبل كده عمل نفس السيناريو ده، قفز وبفجوات سعريه وبحجم تداول متميز. عشان اوضح لك اهو، قفز وبحجم تداول متميز وما طلعش، قفز وبحجم تداول متميز وما طلعش، قفز وبحجم تداول متميز وما طلعش، وهنا بحجم تداول متميز وما طلعش. اشمعنى ده بقى اللي هيطلع؟ هو مش ضروره انه يطلع، ومش اكيد ومش مؤكد، لكن احتماليه ان المره دي يخلف الظن ويطلع اكبر. ليه؟ لان ما يحدث الان ياتي في الجهه العكسيه من خط الاتجاه الهابط وليس تحت منه. لو كان تحت منه كنت اقول لك زيه زي الباقيين وعرضه لضغط بيعي قوي يصد السهم ويرجع ينزله تاني لمستويات ادنى من التي قفز منها. لكن الان وبالرغم من انحداره لاسفل، الا انه غالبا سيحترم مناطق خط الاتجاه المكسور ويعتبرها كدعم ويأسس عليها ويبدا الانطلاق لاعلى. المحطات المستهدفه عند اي انطلاق لاعلى تبدأ من 2 دولار و60 سنت. خلي بالك السهم ده مضاربي، ذبذبة مجنونة وحركة سعرية أكثر من خيالية. فزي ما بيطلع بسرعة جدا زي ما بينزل بسرعة جدا، وزي ما بينزل بسرعة جدا هيطلع بسرعة جدا. فنخلي بالنا إن الريسك فيري هاي ريسك. بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي مش هعدل في صفقتي الافتراضية وخليه كده لغاية ما يجيب سعره وخلاص، لأني أخاف أغرز فيه بزيادة، لأن صمام الأمان لأي مراكز افتراضية جديدة إضافية هتبقى تحت الدولار. طبعا هو القاع اللي اتكون عند الدولار 6،
بس عمليا صمام الامان عند الدولار. كسر ذلك المستوى لاسفل ادعى بالتخرج من المراكز الافتراضيه المفتوحه، خاصه لو كان باغلاق اسبوع. طبعا اغلاقات يوميه تستدعي التخفيف من تلك المراكز الافتراضيه المفتوحه. طيب فده معناه ايه؟ معناه ان ثبات السهم فوق هذه المستويات يسمح بالتعديل. يعني مثلا انا هفترض ان انا كنت مشارك ب1% من الكاش الافتراضي، لو انا عايز اعدل هزود 1% من الكاش الافتراضي، فيبقى معايا اجمالي 2% من الكاش الافتراضي، بس الكمية التانية صمام امانها عند الدولار. فلو انكسر الدولار لا قدر الله، من باب اولى التخلص من الكمية التانية من المتاجرات الافتراضية التي تمت، على امل ان في قاع اخر نقوم بتعديل اخر عساه ان يكون هو الاربح. والى ذلك الحين نحتفظ برؤية نوعا ما ايجابية قصيرة الاجل مؤقتة في سهم مايكرو كلاود هولوجرام ما دام فوق مناطق الدولار، والى ذلك الحين لا داعي لتخيل مستهدفات أبعد من اللازم. يعني سقف الطموح على الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة خلينا نقول 9 دولار. هتقول لي يا راجل 9 دولار ده عملها في 3 أيام، ما هو مش كل مرة هيطلع بنفس الوتيرة، يا ريت، لكن ما تقسش الاستثناء وتجعل منه القاعدة. يعني إيه القاعدة؟ إن سهم عشان يطلع من 2 دولار ل 4 ومن 4 ل 8 أدي 200% من كل سعر ومن كل قفزة، فانت عايزه يطلع اكتر من كده كمان ويبقى ده العادي. لا خلي بالك، ممكن جدا ما يبقاش سرعة الصعود كما تتمنى اذا ما تمت من الاساس. فعينينا على صمام الامان واضافة اي كميات افتراضية بغرض التعديل لا تزيد ابدا عن نفس الكمية الافتراضية القديمة، الا وهي اظن 1% تقريبا، ثم نبقي على 2% من الكاش الافتراضي كما هو إلى أن يتحسن السهم، يما يدخل في اتجاه عرضي واضح وصريح أو يدخل في اتجاه صاعد واضح وصريح. أما ما يحدث فيه الآن فهو كان وما زال بدايات تماسك، أما التعافي عايزين نشوف فيه قيعان أعلى من بعض وقمم أعلى من بعض، أو على الأقل قيعان متساوية وقمم متساوية. انما بالوضع الحالي لسه هو يا دوب بيفرمل، يا دوب بيتوقف عن الهبوط، يا دوب بيختبر خط الاتجاه الهابط من الجهه العكسيه وبيأسس عليه كدعم، لكن لسه ما فيش قولا صريحا بانه اصبح صاعد او قولا صريحا بانه اصبح عارض. اظن كده رؤيه سهم مايكرو كلاود هولوجرام اتضحت بناء على طلب الساده الكرام المشاهدين. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.